لنحكي اول شيء على هاي الدراسه. الدراسه شملت زي ما تفضلتوا 3400 شخص، والمهم فيها انه الارتفاع البسيط حتى في السن الصغير فرجى انه زي في تسارع في امراض شرايين القلب بعد سن ال40، بين سن ال40 وال50. وهذا بياكد دراسه ثانيه انه في سن ال40 لما الواحد يحاول زي يستعيد، اذا مثلا ما كانش رياضي وفي سن ال40 حاول يتدارك الموضوع وبدا يصير رياضي ويصير يحسن من حاله، بحسن السرفايفل معدلات النجاة. نعم بالضبط، من امراض القلب. فكتير مهم انه نبدا في سن كتير صغير نفحص الكوليسترول، نشوف عوامل الخطر، نشوف مشاكل الضغط، الدخان، الامور هاي كلياتها في سن صغير نبدا، مش نستنى لبين ما نكبر ويصير عندنا مشاكل في شرايين القلب. نعم، طب دكتور بالنسبة للأسباب المحتملة، يعني الأسباب المحتملة لتصلب الشرايين في سن مبكرة، لها علاقة بالوراثة، التدخين، النشاط البدني، إيش هي الأسباب المحتملة؟ هو السبب الكثير كبير هو الوراثة، العامل الجيني هذا عامل جدا مهم، وللأسف هذا عامل احنا ما بنقدر نتحكم فيه. فلو شخص في عنده تاريخ عائلي كبير انه بيكون والده او اخوانه في سن صغير في سن ال40 او سن ال30 صار عندهم مشاكل في الشرايين، فهذا الشخص اكثر شخص لازم يدير باله على حاله. هلا في امور ثانيه اللي احنا كلياتنا بنعرفها عن الدخان والضغط والامور هاي كلها والكوليسترول والامور هاي كلياتها، بس المهم انه نبدا بسن صغير، حتى ممكن على سن ال20 نصير نبدا نفحص الكوليسترول، نتاكد انه الشخص ما عنده ضغط، ما عندوش سكري، البدانه وقله الحركه برضه نفس الشيء، هدول كلياتها عوامل خطوره كثير كبيره تعمل مشاكل في الشرايين. وحسب الدراسه اللي عملوها هم طلعوا بزي بالالترا ساوند جوا الشرايين ولقوا انه بين زي ما تفضلت بين ال40 وال50 هاي الفتره بصير فيها زي تسارع لامراض الشرايين، وهي الفتره اللي الواحد ممكن يتداركها فيها. نعم، فيما يتعلق ايضا باسلوب الحياه اليومي هناك ايضا، لانه الموضوع تراكمي، يعني ممكن ما يكون في عندنا اعراض حتى الفحص السريري، ما نعتمد على الفحص السريري، بما انه الموضوع تراكمي اسلوب الحياه قديش يعتمد ايضا فيما يتعلق به، ممكن يكون اسلوب من اساليب الوقايه. سؤال كثير مهم، اسلوب الحياه للاسف احنا عندنا صار اسلوبنا كلياته شغل شغل وستريس والامور هاي كلياتها، اسلوب الحياه لازم نحاول انه نغيره، وهذا طبعا نصيحه بحكيها لحالي كمان، انه احنا لازم نروح على الجيم. في دراسه ثانيه كانت بتاكد انه لو من 30 ل 45 دقيقه يوميا 5 ايام في الاسبوع لما نركض على الجيم مودريت اكسرسايز بتقدر برضه تساعدنا انه نتجنب امراض الشرايين. اسلوب الحياه الحالي تبعنا خصوصي انه الاكل بالليل، قله الحركه، الشغل، الستريس، الاخبار اللي بتصير بالبدن، كل هاي الامور بتساعد على مشاكل في الشرايين، فلازم انه نلاقي لحالنا وقت ندير بالنا على حالنا فيه عن طريق انه نشترك بجيم او نتمشى حوالين البيت او نمشي او نتحرك. نعم، طب دكتور بالنسبة للخطة العلاجية لتصلب الشرايين أو حتى تدابير وقائية لهذا الموضوع، هل هناك خطة علاجية معينة أو أي تدابير وقائية؟ طبعا هذا شيء كثير مهم، عشان هيك لازم نبدأ بسن صغير، لازم نبدأ نفحص الكوليسترول، لازم نفحص الضغط، نتأكد أنه الشخص ما عندوش عوامل خطورة للسكري، الدخان، وللأسف هاي يعني شيء مصيبة عندنا في بلادنا أنه كل حدا بدخن، حتى الأطباء بدخنوا، هاي لازم من سن صغير نبدأ نعالجها، وهذا برضو نفس الشيء بيعطينا الدور الأكبر لطبيب الأسرة، وهذا برضو شغلة إحنا بنقدر بمجتمعنا نحاول نزيد هذا الموضوع. طب الأسرة كتير مهم للوقاية من هاي الأمور، عشان لو كل عيلة عندها طبيب للأسرة بتفحصلهم الكوليسترول، الضغط، الدايابيتيز، كل هاي الأمور نقدر نتجنب مشاكل الشرايين، وهي خلينا ما ننسى انه الجلطات ومشاكل القلب هي القاتل الاول في تقريبا كل دول العالم، وهي اكثر من السرطان. نعم، هي من اعلى نسب او مسببات نسب الوفاه. سؤالي لك دكتور، هذا بيقودنا لموضوع الفحوصات الدوريه، وخصوصا انه في معظم الاحيان احنا بسن الشباب نستبعد وجود امراض او مشاكل في القلب، فما هي الفحوصات الدوريه اللي بتنصح فيها والمتابعه ايضا بخصوص هذا الشان؟
لازم نفحص الكوليسترول، لازم نفحص في الكوليسترول السيء والكوليسترول الكويس ال HDL وال LDL، اللي هو ال HDL هو الكويس اللي هو بيرتفع مع الرياضة، وال LDL هو العاطل. نعم. لازم نفحص ال A1C اللي هو تراكمي للسكري، ونشوف إذا في عنا عرضة، نكون عرضة لمشاكل السكري، اليوريك أسيد، الثايرويد، كلها أمور مهمة إنه نفحصها عشان نتأكد ما عندناش شيء اسمه ميتابوليك سيندروم، ما يكونش عندنا مشاكل تانية في الكوليسترول إحنا مش عارفين عنها، خصوصي إذا في مشاكل عامل جيني، لأنه العامل الجيني زي ما حكينا بأول مقابلة جدا جدا مهم بتحديد مين اللي راح يصير في عنده مشاكل شرايين. نعم. طب دكتور، لما نحكي عن تصلب الشرايين، هل له علاقة بأمراض أخرى؟ يعني لما يكون في تصلب شرايين في عند الشخص، هل ممكن يكون عرضة لأمراض أخرى، ولا العكس، ولا الاثنين مع بعض؟ أكيد. يعني هو تصلب الشرايين بيعمل مصايب، لأنه تصلب الشرايين مسؤول عن ثلثين كل أمراض ضعف القلب. أمراض ضعف القلب والناس اللي عندهم هارت فيلير وبصير عندهم سوائل، تراكم في السوائل وضعف وبيقدروش يمشوا، هذول كلياتهم ثلثينهم تصلب شرايين. مشاكل الشرايين برضو بتعمل مشاكل كهرباء القلب، الكهرباء القاتل مثل الفنتريكولار تاكيكارديا، التسارع البطيني. الناس اللي عندهم تصلب بالشرايين بيعمل تسارع بطيني، التسارع البطيني بيسبب الوفاة. فهاي امور كلياتها، تصلب الشرايين مش شيء منيح، لازم نبدا نحاربه على سن صغير. واحيانا لما نشوف شوي بدايه تسكيرات في الشرايين بنعمل فيري اجريسيف تريتمنت، نعمل منهاجم هاي الامراض بالأدوية من أولها قبل ما يصير في عنا انسدادات. نعم دكتور، في بعض الأحيان هناك أعراض غريبة ما بتكون مربوطة بشكل مباشر في القلب، من ضمنها أوجاع بمنطقة الكتف أو الرقبة، فشو الأعراض اللي ممكن ما تخطر للمريض أنه هذه الأمراض أو هذه الأعراض اللي عم بشعر فيها إلى مدة ممكن تكون مرتبطة بمشاكل في القلب؟ سؤال جدا مهم، لانه فعلا الاعراض احيانا بتكون كثير مختلفه. يعني احيانا وجع بطن بيكون هو مشكله في الجلطه، خصوصا الناس اللي عندهم سكري، وخصوصا النساء. احيانا الاعراض، هلا الاعراض اللي خلينا نحكي اللي احنا بنعرفها عن مشاكل القلب، اللي هو بيكون عاده تقل، وجع في الصدر، مش بس اي وجع، بيكون زي تقل اكثر، ولما الواحد يمشي او يتحرك بحس بتقل، بعدين لما يرتاح هذا الوجع بيروح. هذا اسمه typical chest pain. هذا منشوف إحنا الفئة العمرية، يعني مثلا لو واحد عمره 70 سنة عنده هاي الأعراض، فأنا بحكي لك 95% راح يكون في عنده مشاكل في الشرايين. نعم. لو سيدة أو عندهم سكري، الأعراض أحيانا بتكون مختلفة. فعلا بيكون في أحيانا وجع في الكتف، أحيانا بيكون في تعرق. في مرة دكتور أسنان ذكي جدا بعث لنا مريض، كان عنده المريض كان كل ما يمشي اسنانه بتوجعه، حنكه بوجعه. لما مفكر في المشكله بالاسنان، بس لما راح للدكتور حكى لا، هذا شكله شغله بالقلب، وفعلا كان في عنده انسداد في القلب. الاعراض احيانا بتكون مختلفه زي ما حكينا، خصوصا عند النساء، عند الناس اللي عندهم سكري. نعم. نعم دكتور محمد الحجيري، استشاري امراض وكهربائيات القلب، شكرا جزيلا لك على المعلومات الهامه.